هو الحديث هنا حديث حزين الحقيقة، وإحنا بنكرره أكتر من مرة عشان يعني نوجه النظر له. مصر تريد دور عرض سينمائي ودور عرض مسرحي ودور عروض فنية بشكل عام طبعا. لأنه الحركة الفنية مش هتعيش إلا في الشارع المصري. أنا كنت اقترحت وطلعت في أحد البرامج مع الأستاذ أسامة كمال وتقدمت بمشروع وعرضته، إن في ظل الثورة العظيمة بتاعت هيئة المجتمعات العمرانية إن يبقى في هذه الثورة العظيمة في كل هيئة في كل منطقة عمرانية جديدة في حاجة شبه سيد الصاوي. في النهارده هقول لحضرتك على حاجه، في مشروعات عظيمه جدا معموله مثلا استغلال المناطق العشوائيه اللي تحت الكباري واللي هنا واللي هنا. طيب انا مثلا كنت في مسجد آل الرشدان وانا خارج لقيت تحت الكوبري في كافيه يمين وكافيه شمال، فقلت ايه، طب ما كفايه كافيه ونعمل دي حاجه زي سيد الصاوي، نعمل دي مدرسه صغيره. سيد الصاوي هو يعني مشروع فردي اهلي. انا عايز اعمل ايه، اعلم الولاد الباليه، اعلم الولاد الموسيقى، اعلم الولاد الفنون، ودي حاجات تجيب فلوس على فكره. أيوة. تجيب فلوس كتيره جدا، بدل ما في ظاهره، ويمكن احنا حضرتك فاكره في مجلس النواب تقدمنا ظاهره الناس العشوائيه اللي طالعه يقولوا دي مدارس تمثيل، دي مدارس مش عارف ايه، دي مكاتب مش عارف ايه. طب ما نقنن ده ويتعمل من خلال النقابات الفنية. طب يعني أنا عايزة أتوقف عند هذه النقطة لأنها مهمة جدا. يعني الآن فعلا في مصر كثير من المكاتب الخاصة ظاهرة التي يعني تدعي أو بتقول أنها يعني بتعلم الناس فن السينما أو فن المسرح أو حتى الرسم، الفنون التشكيلية إلى آخره. يعني وجودها جيد، لكن هي عندما تكون الوجود الوحيد لها ده غير مقننة، دون مؤسسات من الدولة مقننة. فده شيء دي ملهاش أي وضع، دي ملهاش أي وضع. وبالتالي قد يكون هناك واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة كويسين وإحنا نعرفهم، إنما بقت ظاهرة، بقت تجارة. ده أي حد، ده في ناس ملهاش علاقة بالمهنة. طب مين بتاخد رخصة منين؟ ما بتاخدش رخصة من حد. طب أنت شغلت بقى ولا أي حاجة، وهنا نبتدي نسمع بقى عنها في صفحات الحوادث بعد شوية. طب ما حتى دي مسلوب مننا ان احنا يبقى الرخصه من خلالنا. أيوة. او المتابعه من خلالنا. طب ما انا ما شفتش مهنه ملهاش صاحب غير مهنتنا. المهنه الوحيده اللي ملهاش اي صاحب هي مهنتنا. اي حد من حقه يمثل، اي حد من حقه يبقى يقول لك الابداع مكفول للجميع. لا، مكفول للجميع في ظل القوانين واللوائح. هو حسب القانون انه الممثل عشان يقوم بدور في مسرحية أو في عرض تلفزيوني أو سينمائي لابد أن يكون معاه عضو نقابة أو مصرح له النقابة أو معاه ترخيص من النقابة. إنما النهاردة في ظل اللي إحنا فيه ده، إحنا بقت التمثيل مهنة تملى مهنة له، وهي حد بيعمل أي حاجة. مكاتب الكاستنج اللي انتشرت كان نار في الهشيم، مكاتب تعليم التمثيل وتعليم وعايز أقول لحاجة على حاجة، قد يكون 10% منهم جايزين ناس كويسين جدا. إنما في نصابين ونصابين رسمي، ده بيكتبوا. ده واحد كتب مره اعلان يقول ايه، مطلوب طفل لدور ابن امير كراره، وعمل حاجه وهميه كده. تخيلي ناس قدمت قد ايه وبياخدوا فلوس قد ايه وبيعبثوا باحلام الشباب. ده في واحد يقول ايه، احنا عندنا هنصور في مدينه الانتاج الاعلامي وبعدين ندي الشباب مواعيد وبعدين نقول له معلش عشان ما عندناش جوه حد اشحل لي رصيد، والاحلام كتير والشباب كتير يا عيني. وانا كل شويه اطلع اناشد الشباب واناشد لا بد من تقنين. وبعدين دي النهارده طب ماذا يفعل هؤلاء الشباب؟ لان ده الطريق الوحيد، الحل الوحيد للشباب. احنا عندنا اولا النقابه موجوده وبتقيم ورش تدريبات، خلاص بتعلنوا عن هذه الورش، بنعلن عنها وخلال ايام هنعلن عن اكاديميه للاطفال لتعليم التمثيل باللغه يعني اللغه المصريه وباللغه الاجنبيه، وورش في الرقص والباليه، وورش في الموسيقى، وورش في الرسم. دي من خلال النقابه. حضرتك بتتكلم عن النقابه، النقابه الموجوده في القاهره؟ النقابه الموجوده في القاهره. طب ماذا عن بقيه الاقاليم، يروحوا فين؟ احنا عندنا يعني المفروض حاجه اسمها قصور الثقافه، دي ليها دور مهم جدا 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 جدا. واللي ماسكها رئيسها زميلنا عضو معنا حتى في مجلس الاداره الفنان هشام عطوه، واعتقد ان معالي الوزيره نيفين الكيلاني يعني مديها اهتمام كبير لقصور الثقافه. فبرضو احنا محتاجين نلعب هذه الادوار. انما قصور الثقافه مش مباني وخلاص،
احنا عايزين نلعب هذه الادوار، وعايزين كل شويه كل شهر كده نروح احنا كفنانين يعملوا مسابقه ونكتشف ناس ونجيب ناس زي بتوع الكوره. وبتوع الكوره بيجيبوا منين؟ في حاجه في الكوره اسمها كشافين، والمسابقه اللي اتعملت اللي الدوله عملتها بتاعت الدوم او اكتشاف المواهب، ما هو يعني الحقيقه سياده الرئيس مدي اهتمامات كبيره جدا، والشركه المتحده عامله مجهود عظيم جدا، بس احنا محتاجين بقى احنا نشتغل شويه يعني محتاجين نبذل مجهود مع الدوله ومحتاجين الدوله تبذل مجهود معانا.